المملكة لها جهود كبيرة جدا وجهود عظيمة قدمتها لكافة القطاعات والمؤسسات والمنشآت والجهات اللي تهتم بحقوق ذوي الإعاقة بكل أشكالها. واليوم يسعدنا ويشرفنا بأن تكون معنا عبر الهاتف أستاذة فهدة الدعاجي، عضو مجلس إدارة جمعية كفيف بالرياض. بداية نحب نقول لك أستاذة فهدة، كل عام ووطننا بخير وأمان وعزة وشموخ. أكيد يا ريت تتكلمينا عن أبرز جهود المملكة المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص، وخصوصا يعني أقدر أقول من الفئة الأغلى على قلوبنا، فئة ذوي الإعاقة البصرية. بداية أتقدم بأسماء آيات التهاني وتبريكات المولاي خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، وطبعا ونتقدم أيضا بأسماء آيات التهاني لولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونفتخر جميعا أنه إحنا ننتمي لهذا الوطن، ونتمنى له مزيد من الأمن والازدهار والرفاهية والاستقرار أفضل حكومتنا الرشيدة إن شاء الله. أما بخصوص الجهود التي قدمتها المملكة لذوي الإعاقة البصرية، دعونا نبدأ الحديث بداية عن الجانب الصحي. نجد بأن المملكة اهتمت بتشخيص حالات ذوي الإعاقة البصرية منذ الولادة، حرصت على متابعة حالاتهم، تقديم الرعاية الصحية لهم. لو لاحظنا نجد أنه مستشفى الملك خالد مثلا لطب العيون من أبرز الجهات التي يتوجه إليها المعاقون بصريا لتلقي الرعاية الصحية. اهتمت المملكة أيضا بذوي الإعاقة البصرية من الناحية التعليمية، افتتحت معاهد النور للبنين والبنات، أدخلت برامج الدمج بين ذوي الإعاقة البصرية وأقرانهم من غير المعاقين بصريا مدارس التعليم العام، حرصت أيضا على طباعة الكتب للطلاب بطريقة الخط البارز برايل، وفرت للطلاب أحدث وأفضل الأجهزة التعويضية المساعدة لذوي الإعاقة البصرية مثل الأسطر الإلكترونية الحديثة، طابعة برايل، الآلات البيركنز التي تساعدهم على الكتابة. حرصت أيضا على تهيئة المدارس، تطبيق الوصول الشامل من خلال إزالة العقبات التي تحد من تنقل ذوي الإعاقة البصرية في المدارس. حرصت أيضا على التحاق ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات، هيئت لهم التسهيلات اللازمة للدراسة، أنشأت مركز في كل جامعة مسؤول عن ذوي الإعاقة بما فيهم الإعاقة البصرية، يكون هذا المركز مجهز طبعا بمعامل الحاسب الآلي، طبعة برايل، آلات بيركنز للطباعة. أيضا المملكة صرفت مخصص مالي لكل طالب في الجامعة تعويضا له عن المناهج، مثلا في حال لم تطبع له المناهج وليتم يعني دفع مثلا مرتب المرافق من هذا المخصص. ابتعثت أيضا الكثير من ذوي الإعاقة البصرية في الخارج لاستكمال الدراسات العليا، ومنهم من عاد لنا حامل شهادات الماجستير والدكتوراه. وعلى صعيد العمل قامت المملكة بتوظيف ذوي الإعاقة البصرية في الأعمال التي تناسب قدراتهم واحتياجات يعني تناسب قدراتهم. يعني نقدر نقول أستاذة فهدة أن ما شاء الله ما قصرت معاهم يعني في جميع المجالات والتخصصات، ومن الصغر إلى التعليم العالي مشكورة يعني أكيد جميع الجهات المختصة في هذا الموضوع، يعني وشيء يعني إنساني وشيء ما هو بغريب علينا للأمانة. أستاذة فهدة الدعيجي، عضو مجلس إدارة جمعية كفيف بالرياض، شكرا لك وشكرا لمداخلتك اليوم معنا، وكل عام وأنت والوطن بخير.